ومعنا لواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية. لواء منصور أهلا بك، وبداية نريد أن نستوضح منكم تفاصيل هذه العملية، بداية من رصد السيارة وتعامل الجهات الأمنية معها والأسباب التي أدت أيضا إلى انفجارها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل عام وأنتم بخير، ونعم ندعو الله سبحانه وتعالى وأنتم بخير أن يتقبل منا ومنكم من كافة المشاهدين والأمة الإسلامية صيام وقيام هذا الشهر الفضيل. طبعا هذه الحادثة أو هذه العملية الحقيقة تمت عصر يوم أمس في محافظة القطيف، بعد أن رصدت قوات الأمن سيارة مطلوبة للجهات الأمنية لوجود طبعا بلاغ أو تعميم عن تعرضها للسرقة من محافظة الأحساء قبل 5 أشهر تقريبا، وتوفر بعض الأدلة على يعني ارتباط هذه السيارة أو استخدام هذه السيارة في عدد من الجرائم الإرهابية والجنائية التي وقعت في المحافظة خلال الفترة الماضية. طبعا حاولت قوات الأمن استيقاف السيارة ولم يتسنى لها الحقيقة التحكم فيها إلا من خلال محاولة اعطافها، حيث تمكن رجال الأمن من التعامل مع السيارة واعطافها. لكن كان هناك طبعا تداعيات الحقيقة لازلنا نحقق في أسبابها، خاصة اشتعال السيارة وانفجارها بعد اشتعال النيران فيها لازالت. نعم، هل كان هناك مقاومة يعني مسلحة من الإرهابيين الذين كانوا في السيارة؟ أولا أخي الكريم، احنا لا نعلم بالتحديد حتى اللحظة يعني من كان بالسيارة، ولا يعني طبعا احنا نعلم انه السيارة مسروقة واستخدمت في جرائم إرهابية وجنائية، ولذلك كان رجال الأمن يسعون على استيقافها والتعامل مع من يعني من كان يستخدمها يعني حسب ما يتضح لهم بعد استيقاف السيارة. لكن عدم طبعا امتثالهم لتعليمات رجال الأمن بالتوقف، اضطر رجال الأمن للتعامل معهم وفق مقتضيات الموقف وإعطاء السيارة، وهذا طبعا بعد ذلك الحريق الحقيقة والانفجار حدثت. وزي ما أوضحت أن التحقيق لازال قائم لتحديد أسبابها ومعرفة يعني المادة ومصدر المادة التي أدت لانفجار السيارة. نعم، يعني أشار البيان إلى أن السيارة معمم عليها وتم استخدامها في عمليات إرهابية وجنائية، هل كان هذا يقتضي تعامل أمني خاص معها؟ بكل تأكيد يعني السيارة مطلوبة للجهات الأمنية، ونعرف أن السيارة في حوزة العناصر الإرهابية وهم من يستخدمها في ارتكاب الجرائم المتكررة التي وقعت في المحافظة، فبالتالي السيارة كانت تمثل هدف يعني هام جدا لقوات الأمن، وكان لابد الحقيقة من التعامل معها وضبطها و يعني التعامل مع من فيها وفق ما يتضح لهم فيما لو تم استيقافها والسيطرة عليها يعني دون تعرضها لاشتعال النيران والانفجار الذي حصل بعد اعطابها من قبل رجال الأمن. نعم، لواء منصور، هل تم تحديد هوية الإرهابيين أو هل هناك أي مؤشرات أولية على أن يكونا على قائمة المطلوبين، وخاصة أن بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة؟ طبعا لازلنا نجري التحقيقات في يعني من قبل يعني في معامل الجهات الفنية المختصة، وسنعلن ما يتضح لنا عن هويتهما بعد التثبت من ذلك. لكن لا نستبعد الحقيقة أن يكون من المطلوبين للجهات الأمنية، خاصة زي ما أوضحت أن السيارة كانت مسروقة ومضت فترة على سرقتها، ومن السيارات اللي تستخدم في الجرائم اللي استهدفت رجال الأمن والمواطنين والمقيمين في المحافظة، وكذلك
النتائج او ما تم العثور عليه في موقع انفجار السياره متمثل طبعا في الاسلحه الناريه، هذه كلها دلائل طبعا تشير الى انه ان كان في السياره كان مسلح، وكان يعني ربما كان يعني هدفه ربما ارتكاب جريمه جديده قبل يعني تعامل رجال الامن معه. ولكن حتى اللحظه الحقيقه لازلنا ننتظر النتائج الفنيه التي توفر لنا الادله التي يمكن استنادا عليها تحديد هويه القتيلين. نعم، اخيرا لواء منصور، حرص ويقظه رجال الامن نجحت في التصدي في افشال مخططات الارهابيين قبل وقوعها، هل من توجيه في هذا الصدد لكل من تسول لنفسه العبث بامن واستقرار هذا الوطن؟ والله احنا رسالتنا واضحه، يعني رجال الامن وقوات الامن الحقيقه تؤدي مهامها للمحافظه على الامن والاستقرار ولفرض النظام في المواقع التي تستدعي ذلك. ورسالتنا دائما للجميع، خاصة يعني من حمل السلاح ومن يعني قام بارتكاب أعمال إرهابية ومن يهدد بارتكاب أعمال إرهابية، بأن يتوقف عن ذلك وأن يلقي بهذا السلاح وأن يسلم نفسه للجهات الأمنية، وإلا فإن رجال الأمن سيواصلون تعقبه وأمثاله حتى يتم السيطرة عليهم والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة الشرعية لنيل جزاهم العادل إن شاء الله. نعم، اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.